بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. بعد المناسبة الأليمة تحت فقدان أمنا عائشة مدرا، أم الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري، تنتقدموا بأحر العزاء إلى الأستاذة فاطمة الزهراء المنصوري والإخوان ديالها، وتنطلبوا الله أنه يرزق الجنة لهاد الوالدة ديالنا ويحفظها ويثبتها ويرزقها إن شاء الله الفردوس الأعلى ويبارك في أبنائها. اللهم ارحمها وثبت منطقها عن السؤال، اللهم ارحمها وثبت منطقها عن السؤال، اللهم ارحمها وثبت منطقها عن السؤال، الله يرحمها ويرحم جميع المسلمين أحياء وأمواتا، والله يغفر لنا ويغفر جميع المسلمين أحياء وأمواتا، والله يغيثنا.